السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوة الأعزاء أسعد الله أوقاتكم، معكم أخوكم أشرف خليل من قناة فريلانسر أكاديمي. بداية شباب، كل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية والعربية بألف خير بإذن الله رب العالمين. بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات بإذن الله رب العالمين. نسأله أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا يا رب العالمين، وأن يكون شهر خير علينا إن شاء الله رب العالمين. شباب، اليوم إن شاء الله رب العالمين نكمل مشروع المواقع اللي كنا بدأنا فيه، وكنا توصلنا معا إلى أن قمنا بإنشاء الصفحة الرئيسية الهوم بيج زي ما أنتم شايفين بهذا الشكل، وقمنا أضفنا الفيد الإيباي فيد هون بالمنتجات، ونزلت عند المنتجات بالصفحة الرئيسية. اليوم راح نتكلم عن باقي الأمور إن شاء الله رب العالمين نكملها. بداية أول شيء راح نتكلم عليه الكوبي رايت اللي موجودة تحت هذه، إحنا الآن بحاجة إن نشيلها ونحط اسم الموقع مكانها. كل مطلوب مني أنا هذا اسم الموقع. راح نتجه مباشرة على لوحة الداشبورد، ومن أبريانس من هون بنروح على الكاستمايز، نضغط عليها. موضوع سهل وسريع. بعد ما ندخل على الكاستمايز شباب، ننزل للآخر هون، نجد عندنا في فوتور بوتون هذه، بس مجرد ما ضغطت عليها تجد الكوبي رايت هايها موجودة هون. كل المطلوب منك بس احذفها، حط اسم الموقع هون او حط الصيغة اللي بتشوفها مناسبة. بعد هيك تعمل ببلش، تروح على الصفحة الرئيسية. شباب، لو عملنا ريفرش للصفحة نجد انها تغيرت وصارت موجودة زي ما انتم شايفين عندنا هون. تجد انها صارت موجودة عندنا هون. الان في عندنا الفوتور هون، اذا بدنا نضيف اي قوائم على هذا الفوتور زي ازرار، زي روابط، صفحات، about us، contact us، الى اخره، من وين بنضيفهم شباب؟ الان راح نجد، لو رجعنا هون راح نجد عندنا، لو اتجهنا مباشرة على الوقت من هون نجد عندنا الفوتور 1، فوتور 2، فوتور 3، فوتور 4 فاضيين ما فيهم اي شيء. هذول المقصود فيهم انه هو قام بتقسيم، المصممين قاموا بتقسيم الفتر من الأسفل من تحت لأربع أقسام، لهذا الجزء اللي هون. جزء راح يكون في البداية هون، هذا واحد، وهنا جزء رقم 2، وهنا جزء رقم 3، وهنا جزء رقم 4. الآن أنت في عندك خيارين، إما أنك تقوم بفتح وليكن جزء رقم 1 وتضغط أنك بدك تقوم بإضافة أي شيء عليه، مثلا كاستم لينك من هون، مجرد ما ضغطت على هون كونتاكت انفورميشن على سبيل المثال، بتقدر تضغط على كونتاكت انفورميشن من هون، وبتقدر تضيف من هون معلومات الكونتاكت اللي هي مثلا العنوان، رقم التليفون، طريقة التواصل، الايميل، الى اخره. ونعمل مثلا ببلش، بنشوفها زي ما انتم شايفين بيظهر معنا بهذا الشكل كونتاكت انفورميشن. طبعا من هون انت بتقدر تعدل بالطريقة اللي انت بتشوفها مناسبة. انا ممكن على سبيل المثال اشيل هذا المعلومات من هون، ما عندنا مشكلة فيها. مثلا بقدر اعمل ببلش، ارجع لهم مرة ثانية لهذه المعلومات اللي كانت موجودة هون، راح اجد انها راحت. الان عندي هنا الادرس الستريت، وعندي الستريت، وعندي الفون، عندي الموبايل، عندي الفاكس، عندي الايميل، عندي الويب سايت. نقدر نعدل ونشيل اللي بدنا اياه. على سبيل المثال هي تليفون. انا بس بعطيكم امثله يا شباب، طبعا وانت بتقوم بالتعديل بالطريقه اللي انت بتشوفها مناسبه. كل الفكره بس انك انت عشان تعرف كيف بيتم اضافتهم. هاي عندي الفون، عندي الموبايل، وعندي الفاكس ظهر هون، لازم نشيل رقمه عشان ما يظهر. هاي الويب سايت ايكون بدك تشيلها كمان، هذا الايميل تشيل اللي انت بدك، اللي ما بدك اياه بتخليه فاضي من هون، عشان هذا البرينتر اللي شفناها مع بعض، وهي الرقم. تقدر انت تعدل وتضيف قدر الامكان اللي انت بدك اياه، المعلومات اللي تشوفها مهمة الك. زي ما انت شايفين صار عندي بهذا الشكل، بس عندي العنوان، عندي التليفون، عندي الموبايل. ولو رجعنا على سبيل المثال لفوتر رقم 2، طبعا انا ما راح اعملهم بطريقة يعني احترافية، انا بس عشان الفكرة اني اورجيكم كيف بيتم اضافتهم. منهم تقدر لو بدي اضيف انا الميل شيب عندي شباب عشان اعمل سبسكريبشن فورم، بقدر اضيفه من هون. نيوزليتر طبعا
راح يطلب مني المعلومات والحجم، هذا حجم الصندوق البوكس اللي بدك اياه مثلا، وليكن انا بدي اياه مثلا 400 مثلا ب 30 على سبيل المثال. هنا طبعا مطلوب منك انك تكون ضايف بعض الديسكريبشن موجوده هون عشان تقدر المتصفح يقراها، انه يعني مثلا تقدر تشترك معنا عشان توصلك اخر المستجدات في الموقع، اخر العروض الى اخره. بتقدر من هون تضيف اللي بدك اياه وتعدل، وعندك بحاجه انك تربط الاي بي اي كي مثلا، او بحاجه انك تعمل فورم جاهز على الميل شيب وتقوم بنسخ هذا الفورم وتجيب معلومات وتضيفها هون. اعمل ببلش من هون، بعد ما تعمل ببلش اعمل ريفرش للصفحه. زي ما انتم شايفين راح تظهر عندنا هاي النيوز ليتر موجوده هون، هذا اللي هو القسم اللي حكينا عنه، القسم رقم 2 فتر رقم 2. ضل عندي كمان فتر رقم 3 وفتر رقم 4 بنفس الطريقه شباب، بتكملهم هون. لو رجعنا على رقم 3 من هون بنضغط على اضافه، بنقدر نختار برضو من هون اللي بدنا اياه، about me مثلا، contact information، custom header logo. اذا بدنا نحط مثلا طبعا اللوجو هذا ممكن نخليه برقم 4 مثلا، custom menu اذا بدنا نحط هون منيو مثلا، بتختار انت المنيو اللي بدك اياه، select menu. هلا الان بقول لك كيف تقدر تضيف هاي المنيو، طبعا المين 1 2 3 الى اخره، وتختارها من هون. بعد هيك بس بعمل ريفرش للصفحه من هون عشان تظهر انا عندي جميع المنيو. زي ما انتم شايفين هاي الهوم، هاي الاباوت اس، برايفسي والتيرمز والكونتاكت اس، صارت كل هاي الموجودات، كل هاي المعلومات موجودات بالفتره. ضل عندي القسم الرابع عشان يكمل عندي شكله يكون متناسق. بنروح من هون نقدر نختار، طبعا تقدر تضيف خريطه، بتقدر، بس احنا ما بدنا نضيف خريطه لانه موجوده الان. ايش ممكن نضيف؟ شيء ثاني مثلا، ممكن نحط فيديو، كالندر، كاستم، اي باي فيد، جاليري، ايمج، اللي بدك اياه شباب. انت اختار الطريقه اللي بتشوفها انسب لك واللي بتشوفها ارتب لموقعك واجمل، ممكن تستخدمها. ما في عندي لسه كاتيجوري مثلا 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 كاستم منيو مثلا كاستم لوجو، ممكن هون نختار كاستم لوجو هيدر من هون، ومكانه يكون مثلا ليفت او رايت او سنتر. نجرب اول شيء على ليفت ونعمل ببلش، ونروح على الصفحه نعمل ريفرش للصفحه نشوف كيف صارت معانا. نزلنا لقينا هون هي موجود عندي اللوجو زي ما انتم شايفين. فصار عندي انا من وجهه نظري هيك تقسيمه الفتر جميله، انت ممكن تضيف عليها بالطريقه اللي بدك اياها، تشوف الاعدادات اللي بدك اياها تضيفها، القوائم اللي بتحب تضيفها. بتقدر تضيف هنا صوره مثلا للباي بال، البيمنت الى اخره. انا راح اقوم باضافه بس الصوره لوسائل الدفع مثلا. بنزل على الايمج، وين الايمج يا اشرف؟ وين هاي الايمج؟ بنختار من هون ايمج، بعدين نضغط على اد ايمج من هون، وبختار ابلود من هون، بختار صورة الدفع هذه موجودة عندي، نعمل اد بهاي الطريقة. تقدر طبعا تحط رابط عليها في حال ضغط عليها يروح على مكان معين، تقدر تحط تايتل. بترك لكم انا هاي الامور، انا بس عشان تعرفوا اماكنها كيف تظهر. هذه صارت هون، نعمل الان ريفرش للصفحة. نزلنا تحت، نجد انها صارت موجودة عندي هون زي ما انتم شايفين شباب. خلينا اوقف الصوت. نجد انه صارت عندي موجودة هون طرق الدفع المتوفرة في الموقع، وصار عندي هون المور لينك زي ما انتم شايفينهن، وصار عندي هون النيوز ليتر، وصار عندي هون كونتاكت انفورميشن. بهاي الطريقة صار شكل الموقع جميل وحلو ومتناسق ومرتب، مش ناقصه اي شيء. تقدر انت من هون تكمل وتظبط وتحترف وتحط اللوجو وتحط الشعار وتحط الصور وتحط الروابط اللي بدك اياها والكود والى اخره. هيك بتوقع انه احنا قمنا باضافه الفتر والتعديل عليه، وهيك صار عندي الصفحه الرئيسيه جاهزه ما بدها اي تعديلات، الا في حال احنا قمنا بدنا نعدل اي شيء بالفيديو القادم. هيك خلصنا موضوع الفتر شباب، راح نستكمل مباشره، لكن انا يعني ارتأيت اني اقسمهم على الفيديوهات عشان انتم ما تملوا. بشوفكم بالفيديو التالي باذن الله 40 مباشره، خليكم تابعين.